ليلة غير عادية قضاها سكان دوار إنمل بعد الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة يوم أمس. طقس بارد ورياح وترقب ارتدادات محتملة، أغلبهم احتمى بالخيام التي نصبتها القوات العمومية، وبعضهم فضل إخراج أثاثه من المنزل. كتشوفوا كما دازت الليلة، الناس واقفين هنايا والسلطة كاينين هنايا كلهم، بارك الله فيهم بارك الله فيهم، كنشكرهم كاملين اللي واقفين معانا ولقيتنا هما كاينين. كانت هاد الليله البرد بزاف وما قدرناش ندخلوا لديورنا، وعاودت تاني الزلزال في جوايح 6 ونص، وانما قوياش بزاف. قدر انضاف الى معاناه الساكنه فصل الشتاء، خصوصا عندما تغطي الثلوج الطريق الغير المعبده على طول 25 كيلومتر وتكتسح الدوار، ولا تجد العائلات بديلا عن التضامن واقتسام المؤونه والصبر. وكاي تقطع الطريق وكاي يكون الثلج وما كان الطريق، وكان تسلفوا بيناتنا، كان جيبوا العواد، كان جيبوا القديم، كل شيء. الناس اللي ساعدونا الله يجازيهم بالخير، والله يرحم الوالدين، ولا اله الا الله محمد رسول الله. درس نيت ما نعسنا ما شفناه. ليلة بيضاء قضتها فرق القوات العمومية في توفير الأمن وتقديم الدعم ونصب الخيام. الزلزال الذي ضرب المنطقة لم يخلف خسائر في الأرواح، وتحصي لجنة عاملية أضراره المادية، إلى حين استقرار الصفائح التكتونية على عمق 4 كيلومترات من دوار إنمل.